أعلن نقيب الفنانين ماهر الهمامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة نجم الأغنية الشعبية التونسية أشرف جرمانة صباح اليوم الأربعاء جراء إصابته بكورونا. يذكر أن الفقيد كان قد تم نقله إلى مستشفى المنجي سليم الأسبوع الماضي، وقد تم إيداعه بقسم العناية المركزة إثر تعكر حالته الصحية بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا. ونشر الهمامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة قال فيها ما يلي: الله أكبر الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه الفنان أشرف جرمانة: ربي يتقبل برحمته الواسعة ويصبرنا على فراقه. ونعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها الفنان الشعبي أشرف جرمانة الذي وافته المنية اليوم الأربعاء 30 جوان 2021 بعد الصراع مع فيروس كورونا المستجد. واعتبرت الوزارة في بلاغها الفنان الراحل من أبرز الوجوه الشابة في الفن الشعبي، حيث قدم عدد من الأغاني المعروفة منها أغنية خينة التي نالت شهرة عربية. هذا وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بهذه المناسبة الأليمة في بلاغها بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد أشرف. ضرب فيروس كورونا الوسط الفن العربي مجددا، موديا بحياة الفنان الشعبي التونسي أشرف جرمانة صاحب أغنية خينة. وقالت زوجة الراحل في مداخلة هاتفية مع برنامج دقيقة 60 الذي يبث عبر إذاعة ميوزك المحلية أن زوجها في البداية أصيب بجرثومة ونقل إلى أحد المصحات الخاصة التي أمضى فيها 3 أيام ليتم نقله فيما بعد إلى مستشفى المنجي سليم خضع لتحاليل أظهرت إصابته بفيروس كورونا والتي تسببت في وفاته.